قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ليلة طيبة ورب غفور. يعرف طيب الليلة من تنزل السكينة التي يشعر بها غالب الناس. تلك السكينة تنزلت للقرآن، ولو بقيت تقرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد بن حضير، لأصبح الناس ينظرون إليها. ليس أسعد للمرء من لحظات يجتمع فيها قلبه على ربه سبحانه وتعالى، ولذلك خلقهم. إنما خلق الله الخلق ليعبدوه، يستمتعوا في الدنيا قبل الآخرة بمثل هذه المعاني. والإنسان يختلف عن غيره من الكائنات بهذه المعاني. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يدعى الناس بأئمتهم برسلهم وأنبيائهم لأنهم جاءوهم بالوحي حتى يشهد عليهم هذا الوحي، تشهد عليهم هذه الرسل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قد جعل الله في هذا الوحي شرفهم وعزهم ومجدهم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، سعادة لا توصف وفرحة لا يعبر عنها بالكلام وأنس لا يدانيه لذائذ الشهوات وطيباتها. ذلك الأنس بالله عز وجل، وتلك الفرحة بالإقبال على الله عز وجل، وهذه السعادة بالمعاني التي أراد الله عز وجل لنا أن نرتع في رياضها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ليست هذه معاني الدنيا، الدنيا والله أحقر من ذلك وأصغر
وأفقر وأقل، لكنها معاني الآخرة. وإن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تلك جنة الأنس بالله عز وجل، التنعم بذكره والانشغال بطاعته. وهذه المعاني إذا تمكنت من العبد صار له من الفضل ما يربو على غيره من العباد، وأن كانوا مشابهين له في الصورة بل وربما في العمل الظاهر. وقد ذكرت بالأمس حين فوجئنا في أثناء الصلاة، والحمد لله أن ذلك كان بعد انتهاء قراءة الإمام، في لحظة خاطفة في طرفة عين إذا بالكهرباء تنقطع، تصبح الدنيا ظلاما دامسا، إذا أخرج يده لم يكد يراها. من نكد الدنيا أن نقطع مثل هذا الكلام لكي ننبه على صاحب سيارة مصر على إزاء الناس. استغفر الله. سيارة فيت 31 ذهبي، سيارة هونداي زيتي. لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نفعل هذا لتعجب منا. يقول أنتم تحتاجون إلى، وإنكم لتفعلون، تسدون الطرقات وقد جئتم للصلاة. هذه تناقضات في حياتنا. كنت أصلي مع بعض العلماء في الحرم، الحرم المدني، وكان الأذان أو كانت الإقامة، كان المؤذن يقيم الصلاة، فالظاهر أننا بحاجة إلى العجلة، فبدل أن يقف هذا الشيخ بالسيارة في أقرب مكان جعل يبعد حتى ضاع منا 3 ركعات، وأنا أريد لو يعني أستطيع أن، فهو لاحظ يعني إنكاري، فقال حتى لا نسد الطريق على أحد. انظر فهم العلماء، ضيع 3 ركعات من صلاة في الحرم وهو لا يغيب عنه أنه لا يؤذي المسلمين، يدرك الركعة الرابعة. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يصح أن يغلق طريقا على سيارة ولو كانت مغطاة، ما يدريه أن صاحبها تخرج في رأسه فيقرر أن ينزل. فيقول هؤلاء الجماعة السنية قاتلهم الله، نحن لسنا بحاجة لأحد يدعو علينا. أف وتف. أين كنا نقول قبل هذا الفاصل؟ الكهرباء. لما فوجئنا بانقطاع الكهرباء واسودت الدنيا، هنا يظهر التفاوت بين الناس في المعاني. أما أصحاب المعاني فهذه لحظة تأمل، لحظة تفكر، لحظة إنابة، لحظة إخبات، لحظة فرار إلى الله عز وجل. لأنه ليس بحاجة إلى كثير تأمل، يقول لنفسه سبحان الله هكذا الدنيا في لحظة سيزدل الستار دون مقدمات وينزل الموت
ولا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا ينفع أحد أحدا شيئا، ولا تقبل حيلة ولا شفاعة، ولا يصلح للعبد في هذه اللحظات إلا ما قدم من العمل. حينئذ يحمد الظلام ويقول ليت الليلة تستمر على هذا، معنى جديد رائق شائق أقوى من مجرد أن تستمر الختمة، لأنه مع هذا الظلام وهذه المفاجأة تفجرت المعاني، معاني الموت وفجأته، معاني الدنيا وسرعة زوالها، معاني العبد وضعفه وفقره وحاجته إلى ربه، معاني الحسرات حين تنقطع اللذات تفنى الطيبات، معاني اللقاء، لقاء العبد بربه سبحانه وتعالى، ولما يتجهز ولما يعد نفسه لا يزال في هذه المعاني والتأملات التي لو صفت له لكان والله بها سعيدا، لكن هيهات في أول لحظة ونحن نبدأ نفكر في المعاني إذا بالمسجد ضج كما لو كان سوقا، حتى في أثناء الصلاة، فلك أن تتأمل ماذا حدث بعد الصلاة. قوم يصلون وانقطعت الأضواء، ما بالهم؟ هذا يخرج كشافا من جيبه ويسلطه والله في والله في عيني وأنا في الصف الأفضل، هذا ما فائدته؟ كأنه يقول لي شايفك، سبحان الله يا أخي ابعد عني الله يصلحك ويهديك. وهذا في خلف صار المسجد كأن الكهرباء رجعت، وما رجعت ولا حاجة لنا فيها. وما إن سلم الإمام وقد لاحظ يعني خفة عقول الناس في الغالب إلا من رحم الله، فقرأ في الركعة الثانية بثلث القرآن قل هو الله أحد، وما إن انتهى من التسليم أظنكم كنتم معنا، أصوات وضجيج كأنهم قوم لا يعلمون، كأنهم قوم لا يتأملون. أما السلف فشيء آخر، كان ابن المبارك رحمه الله تعالى في جماعة من العلماء والفضلاء، وفجأة انطفأ السراج، فقال بعضهم اليوم أعرف بماذا فضل ابن المبارك علينا، لأنهم جميعا علماء وفضلاء وعباد وقامات، لكن ابن المبارك كان فيهم شيئا كالنخلة الباسقة بين جماعة النخيل، وهم لا يعرفون، إذا كان عندهم من العلم فكلهم أهل علم، وإذا كان صاحب عبادة فكلهم عباد، وإذا كان صاحب ورد من النهار فكلهم أوراد، وإن كان له حظ من الليل فكلهم كذلك. لكنه سبق بشيء، هذا الرجل المتأمل فقيه أيضا، السلف كان يعني ضعفاءهم كانوا فقهاء، فقال هذا الرجل اليوم أعرف بماذا فضل ابن المبارك عليه. هو لاحظ أن هذه اللحظة لابد أنها ستؤثر في الجميع، وحينئذ سيظهر تأثير هذا الظلام المفاجئ حين انطفأ السراج. فانشغل كالعادة بعض الناس بإصلاح السراج ونحو ذلك، قال فلما يعني رجع السراج
وجدت ابن المبارك قاعدا وقد بلل لحيته بدموعه، فقلت بهذا سبقنا ابن المبارك. بماذا سبق؟ عنده من المعاني ما تتواتر على ذهنه بحيث لا يدفعها، خصوصا إذا عرض أمر كهذا. على كل حال، في هذه الليالي التي بقيت وفي هذه اللحظات الغاليات والأوقات المباركات، لعلك تربي قلبك، تبحث عنه أياما فلا تجده، ثم تجده هناك بعيدا فتحاول أن تقربه، ثم ترتقي معه في مدارج السالكين منزلة بعد منزلة حتى يرق ويصفو وينيب ويتوب ويخلص حتى يجتمع. فإذا اجتمع اجتمعت لك السعادة من أطرافها. ولعلك تعلم أن الله عز وجل ربى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مائدة القرآن في بدايات الوحي، أنزل الله عز وجل ما يفرض عليهم قيام الليل سنة كاملة، كان مفروضا عليهم أن يقوموا كل ليلة نصف الليل أو يزيدون إلى الثلثين، أو إذا أرادوا أن يقلوا فإلى الثلث. وفي السورة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، انظر للمعالجة. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وهذا الذي تطلبه مجد الدنيا والآخرة وعز الدهر. أنت تطلب عظيما، انتبه يا هذا، أنت لا تطلب من يربح المليون، هذه سفاهات السفهاء. أنت تطلب ما يبقى، تطلب مجاورة الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا شيء تهون أمامه الدنيا وملذاتها. إذا كان كذلك فإن من طلب عظيما خاطر بعظيم. أنت تحتاج إلى استمرار الجهد، مواصلة المجاهدة، متابعة البذل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.